ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت السلطات المحلية لإقليم تاونات أن شخصاً لقي مصرعه يوم الاثنين 25 يوليوز 2022، فيما أصيب آخر بإصابات متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك أثناء مساهمتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد الحريق الغابوي الذي اندلع اليوم على مستوى غابة خندقات سيانا المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة قلاز دائرة غفساي إقليم تاونات. وكانت فرق التدخل المشكلة من كافة السلطات والمصالح المعنية مدعومة بمختلف الوسائل التقنية قد باشرت مجهوداتها من أجل عزل وتطويق الحريق الغابوي، حيث جرى في مرحلة أولى العمل على تأمين سلامة ساكنة دوار تاوريرت الذي تواجد بالقرب من بؤر النيران، هذا وتتواصل الجهود الميدانية لكافة المتدخلين من أجل احتواء هذا الحريق الذي أتى في حصيلة مؤقتة على حوالي 33 هكتارا من المجال الغابوي. الله السلامة والعافية. مازال غابة وكاين السكر الفوق. مشكلة لا ما كاين السكر هنايا الفوق. شوف 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 شوف. هذه كاملة ماشي غابة لهيه. الغابة دايرة هكا دايرة هكا. وكاين السكر هنا دابا كاين دوار الفوق بصح. شوف شوف شوف. أوي 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 أوي. رجع السلام. مش هذا حبيبي الغاب. يا وي. وديك جبتو ديك سيترنا. ناس مع قدام ديك الدار دابا خايفين عليك الدار تما. طلع ايوا صافي دابا.